الله. منى، انتي أرملة الشهيد أحمد أبو الدهب، مقدم أحمد أبو الدهب. احكي لي كده، ايه اللي حصل يا منى؟ انتي عندك ولاد؟ ولاد قد ايه؟ معايا 4، معايا محمد رايح تانية اعدادي، ومعايا لوجين رايحة 5 ابتدائي، ومعايا مصطفى وبيسان توينز رايحين اولى ابتدائي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ليلة 23/9، كان هو راجع من الشغل مكلمني اخر مرة، بيقول لي انتوا اتغديتوا ولا لسه وكده. قلت له لا احنا لسه ما اتغديناش، احنا مستنيينك. فقال لي جهزي الغدا، ده انا ميت من الجوع على الفطار وكده. قلت له ماشي. وقلت له انت فين؟ قال لي انا على شارع الهرم، يدوبك يعني مسافة السكة واكون عندكم. اتأخر حوالي كتير، يعني مش المسافة اللي كل ده يعني. فاتصلت بيه، لقيت واحد غريب بيرد عليا، فافتكرت ان في خناقة ولا وقع منه الموبايل ولا اتسرق ولا بتاع. فبقول له هو مش ده موبايل احمد ابو الدهب؟ قال لي مين معايا؟ قلت له انا مراته. راح قال لي يا مدام جوزك مرمي على الارض ومضروب بالنار. فطبعا انا قعدت اصوت واصرخ ومش مستوعبه. فاخويا جه خد الموبايل ويقول لي فيه ايه. حسيت ان انا الكلام اتحشر في زوري ومش قادره اتكلم. هو طبعا اتصل بالرقم وفهم فيه ايه ونزل جري عليه. الحادثه ان هو وهو راجع لقى بنتين بيصرخوا في الشارع، 3 بلطجية مثبتينهم بسلاح، بيسرقوا منهم موبايل وبيتحرشوا بيهم. فهو لما لقاهم بيصرخوا كده هو تنزل علشان ينقذهم، فالبلطجية راحوا ضاربينه بالنار. وانتي استقبلتي يعني الخبر ازاي، يعني بعد بقى لما فهمتي اللي حصل؟ نزلت جري طبعا، رحت على المستشفى، كانت حالته صعبة جدا. مش قادرة انسى طبعا شكله، كان شكله فظيع طبعا، لأن الرصاصة جت في مخه. انت بتقولي لولادك ايه يا منى؟ طبعا بقول لهم ان باباكو بطل وشجاع، لأن طبعا بعديها اتكلمنا مع ناس شافوا الواقع، وفي ناس طبعا بعد ما خالي عرف الواقع راح هناك، فعرفوا ان ده يبقى خالي. انا راح في واحد منهم قال للخالي قول للجزء يعني بنت اختك قول لها انت كنت متجوزه راجل. يعني طبعا في عز ما الكل بيجري لان هم مسلحين، هو الوحيد اللي نزل ينقذه. ربنا يرحمه ويحتسبه عند الله شهيد، وهو اكيد طبعا شهيد، وولاده لازم يكونوا فخورين بيه وفخورين ان ده والدهم هذا البطل. لازم تفهميهم كويس قوي هو مين، علشان الفكر يعني احنا يمكن في الفقره اللي فاتت مش عارفه مدام هلا انت كنت متابعه ولا لا، كنا بنتكلم على الافكار اللي بيروح ضحاياها هؤلاء الابطال. انا بس ببقى بعد كده اللي بيضايقني ان انا ببقى بشوف ناس بتقعد تقول يعني بتسفه من هذه المجهودات او بتحاول ان هي تتجاهلها. النهارده انا يعني حضراتكم موجودين معانا علشان نسمع ونتعلم ونستفيد. انت شايفة بعد كده المفروض بقى يعني عايزين نربي الولاد زي ما حضرتك ويعني ومدام نجات